الحين صبينا صبت السطح كله، شوف المناور هناك، هذا واحد فوق المستودع والمنور الثاني هناك بعد. شلون؟ الحمد لله ما شاء الله تصميمه ممتاز صراحة. شوف الظل ترى من الساعة 4 وكذا، هذا هو الظل، هذا المسبح وهذه الحديقة غطي عليها تصميمه، وعلى تصميمه هو اللي يخدمه مو من مباني، لأني أنا أشوف الشمس الحين هناك. الحين قاعدين يسوون سور مقلوبة، بس خلنا نصور، نصبر شوي. هذه غرفة النوم من هنا إلى هنا، هذه كلها غرفة النوم الرئيسية، دورة مياه ومغاسل والجاكوزي، هذه اللي الزايد هذا بيكون هو اللي كان أول أصلا غرفة نوم، صار الحين غرفة ملابس، وهذه غرفتنا. وبنحط لنا هنا كبر الشباك هنا، لانه طلع المسبح وشلالنا، هذا هو هذا الشلال. احنا هناك طبعا البلكونه عرضها مترين، طولها طبعا 4 متر. هسه هذا السطح الحمد لله بدأت تبين الملامح، يومين نبني العمدة وبعدين نبني البلوك جدران ان شاء الله. طلع زين، نفس المقاس اللي احنا نبيه. هذا الكهرباء انا قايل له حط درجة نور، درجة لا، درجة نور تكون هنا. ففي مقترح ان نحط، ممكن هذا النور بدل ما نحطه هنا نحطه تحت، خيار لنا طبعا، بس زين الحمد لله الامور كلها زينة. وده هو الدرج، يا لك الحمد. طبعا نبي ينزلون فيه شوي بعد، باقي شوي لان هنا اصلا في جدار. الحمد لله تحت. السلام عليكم، صباح الخير على ابو سيف. ما شاء الله صبرت من طلعت عندك، لا فيها لا تعشيش ولا فيها شيء، كل الامور طيبه ولله الحمد، ما لاحظنا شيء فيها، صبه طيبه. اللي فكوا الان ممتاز جدا. أنا واقف الله يبارك لك إن شاء الله، بكل خير، ينزلنا وياك منزل مبارك. هذا مخلوط للصبيفة مشان يصبون يصبون الجسر المقلوب. هذه الأعمدة تم استلامها من المهندس الحين، فلذلك تطبيق يطبقون لا مانع من الصب. صبينا العمدة اليوم الحمد لله، الامور كلها طيبة. شوف الدور الاول ارتفاعه وشلون
بعد بنرتفع عن الجار. احنا مرتفعين الجيراننا 70 سنتي. اش ارتفع السقف؟ هذه سكاي لايت تجي كذا، شوف شلون هذا الخشب بينشال وتصير مفتوحة، يصير هنا القزاز بالشكل هذا. كلها طيبة، بكرة بيبدون في البناء إن شاء الله. رش ورا رش كله، لا تخلي فيه مقطوع.